وفي موضوع متعلق أيضا بالاحترار المناخي، حذرت منظمة الصحة العالمية من تنامي التهديد الخطير لحمى الضنك في جنوب الولايات المتحدة وجنوب أوروبا ومناطق جديدة في إفريقيا خلال العقد الحالي، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة الذي يخلق الظروف الملائمة لانتشار البعوض. وارتفعت معدلات الإصابة بالحمى بمقدار 8 أضعاف على مستوى العالم منذ عام 2000، حيث سجل في عام 2022 حوالي 4.2 مليون إصابة حول العالم، ويتوفى بالحمى نحو 20,000 شخص سنوياً في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية، بينما تشهد بنغلاديش حالياً أسوأ تفشي للحمى على الإطلاق. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور وائل صفوت، مستشار للاتحاد الدولي للعدوى ومستشار سابق لمنظمة الصحة العالمية. أهلا بك سيد وائل. يعني في البداية، انتشار حمى الضنك ليس جديدا في بعض المناطق والدول التي تم الإشارة إليها مؤخرا في تقرير منظمة الصحة العالمية والتحذير المرفق به، فما وجه الخطورة في انتشار حمى الضنك الآن؟ هو طبعا انتشار حمى الضنك ده ممكن يبقى وباء عالمي ويؤثر على العالم كله، وطبعا هو موجود دلوقتي حاليا في الدول الاستوائيه اللي فيها طبعا حر وفيها طبعا بعوض، انما مع الاحتباس الحراري والاحترار اللي بيصيب العالم كله، انتشار البعوض والجو المناسب لانتشار هذا المرض او هذا الفيروس بيحمل طبعا مشاكل خطيره، لأنه هو تأثيراته قوية جدا، طبعا أعراض مثل الإنفلونزا وقد تصل إلى النزيف الدموي الشديد، وطبعا حالات الوفاة ممكن بتحصل بسببه، وطبعا لا يوجد حتى الآن علاج ناجع ليه، ويمكن بس في لقاح أو اثنين موجودين ومنتشرين دلوقتي أو معترف بهم في العالم. ما هي هذه اللقاحات؟ يعني ما أنسب اللقاحات المتوافرة وأكثرها تأثيرا، وهل ستكون متاحة بالكميات الكافية لمجابهة هذا المرض؟ سؤال مهم جدا. طبعا هي الإتاحة ليست بالدرجة الكافية التي تكفي عدد الإصابات التي تصل إلى 4 مليون زي ما حضرتك أشرتي، واللقاحين طبعا في نوع منهم وحيد هو الجيد أو يعني بيؤثر على الأربعة طفرات أو الأربعة أشكال جينية للمرض، فده طبعا هو اللي معترف به في تايلاند وفي بعض دول جنوب شرق آسيا، في تواجد طبعا لأنواع جديدة و محاولات لإنتاج لقاحات أخرى، ولكن لم ترى النور حتى الآن ولم تعترف بها منظمة الصحة العالمية. طيب يعني دكتور، حمى الضنك يعني قد لا تظهر لها أعراض كما قرأت إلا لربما بعض التكسير في العظام، فما هي الجهود المبذولة من منظمة الصحة العالمية في التعريف بالمرض لمواجهة هذا الخطر المحدق؟ هو طبعا زي ما هيك بتقولي كده، هي حتى بيسموها حمى تكسير العظام، يعني طبعا هي بتبقى أعراضها ارتفاع في درجة الحرارة وألام شديدة وصداع، ممكن تصل إلى النزيف طبعا في بعض مراحلها. طبعا المنظمة بتبقى بتشتغل على أكثر من اتجاه، طبعا توعية الأطباء والأطقم الصحية علشان خاطر الحالة أو الأعراض بتشتبه مع أعراض كثيرة، بالتأكيد الرصد والتحاليل والفحوص وإتاحة الفحوص من خلال طبعا الجهات المعنية بذلك، والإبلاغ والرصد طبعا لكل الجهات، والسعي نحو إيجاد علاج أو لقاح، وطبعا اللقاح هيبقى افضل كثيرا بالذات في الدول التي تستوطن فيها او تنتشر فيها حمى الضنك. طيب سؤال اخير لك دكتور، يعني تقول التقارير ان ارتفاع درجات الحراره من الاذرع الرئيسيه لانتشار البعوض المسبب للحمى، قد لا نستطيع التحكم في درجات الحراره بكل تاكيد وبطبيعه الحال، لكن الا توجد في 2023 طرق فعاله اكثر مع التقدم العلمي والطبي للحد من انتشار هذا البعوض وإبادته؟ هي طبعا بالتأكيد في طرق وسبل، بس طبعا المشكلة زي الفيروسات والبكتيريا والحشرات، الحشرات والفيروسات
بتعمل زي مقاومه او بتحور وتغير من الجينات ومن صفاتها، فبتتغلب على اي بقى ميكروب. بس طبعا الانتهاء او التخلص من البرك والمستنقعات الراكده، لان المياه الراكده هي مكان جيد جدا للرياقات وانتشار البعوض، وبالتاكيد محاوله بقى زرع برضه بعض الحاجات اللي ممكن تطرد الناموس او البعوض يعني. نعم، الدكتور وائل صفوت مستشار للاتحاد الدولي للعدوى ومستشار سابق لمنظمة الصحة العالمية، شكرا لك، كنت معنا من القاهرة.